توقعات الخميس الموافق 13 أبريل 13 نيسان 13 أربعة 2023. النهاردة هيبقى الخميس اليوم اللي هنلاقي فيه نفسنا، بالعكس اننا مش مستعدين للأحداث اللي بتبتدي تحصل واللي هتبقى خاصة في حياتنا العاطفية وفي أسرتنا. بالطبع اننا لازم ناخد الموضوع ده بشكل خاص اكتر ونعرف نطور نفسنا، حتى لو كان نطور نفسنا بس بشكل فردي. هيكون عارفين نتأكد من كل اللي احنا بنطلبه النهاردة واللي بيطلب مننا اننا نعرف نفكر بعقل اكتر من غير ما نتدخل في شؤوننا العاطفية ولا نيجي جنبها. هيكون النهاردة في كتير من الاتصالات اللي عندنا مع اشخاص هيعتبر مختلفين عندنا، في مسافات مختلفة ما بيننا وما بينهم، وطبيعتنا حتى ممكن تبقى مختلفة، بس هيبقى فيه ديناميكية النهاردة للأحداث الإيجابية اللي بتبتدي تحصل خلال اليوم ده، واللي هيكون أصلا من خلالها هتسبب شوية قلق في لحظة ذعر عندنا. بنسبة كبيرة لازم نكون جاهزين لكتير من المهمات اللي هتبقى متعلقة بالفلوس والمستندات اللي ليها طبيعة مالية معينة. نبقى حذرين جدا لو حابين نحل اي مشكلة تبقى بتتعلق بالفلوس. بنسبة كبيرة لازم يكون عندنا التزامات هتتعلق بطفل او حد من افراد اسرتنا لازم نبقى قدها. في معظم الحالات هتبقى بتتعلق بتعليمهم او حتى حياتهم المهنية اللي جاية، لازم نفكر لمستقبلهم. يوم الخميس هيبقى جاد جدا لشغلنا، لمشاركتنا في اننا نعرف نطور نفسنا وننتج بغض النظر عن ايه اللي بيتعلق بينا وايه اللي مش بيتعلق. لازم يكون عندنا كتير من التوترات عشان نعرف نمثل نفسنا بشكل كويس. هنظهر نفاذ صبر واضح غير مرغوب فيه، لكن هنميل لاننا نتلاشى اي خلافات حتى نزاعات اللي هتبقى مش متوقعة في طريقنا نحاول نتلاشاها. هيبتدي كتير مننا النهاردة انه يبتدي يقلق في يومنا ده بسبب المخاوف اللي بتبقى عندنا بشكل كبير. في قلق بشأن كل الاحداث اللي هتحصل لينا بعد كده، بس هنعرف نتنبأ بيها بطريقة كويسة جدا وبكل اللي بيبقى بيتعلق بحياتنا الشخصية او حتى الاسرية والمهنية والاجتماعية. هنبتدي ننجح في كل المحاولات اللي عندنا حتى لو كان فيها اي نوع من انواع المناورة. المناورات اللي هتحصل هتبقى دبلوماسية جدا في موقف معين هنبقى بنخوضه، لكن مش هتبقى دي القاعدة الأساسية لينا وللأشخاص اللي حوالينا. هيكون علينا لازم نتأكد من اننا نواجه كل اللي احنا تقدمنا فيه قبل كده كنوع من انواع الاختبارات، واننا نعرف نقبل تطورنا في اليوم ده. ممكن يحصل فيه محادثات مع امرأة في أسرتنا، في بعض الحالات ممكن تبقى بتقدم لينا نصيحة حكيمة جدا فيها مساعدة كبيرة جدا لينا لو عرفنا نستغلها بشكل صح، لكن في شوية حالات ممكن تبقى بتصب لينا كتير من المشاكل في طريقنا وهتبقى بتعقد الأمور أكتر. لازم تبقى رحلتنا النهاردة منظمة بشكل كويس وانه يكون ليها اغراض كتير محددة عشان نعرف نحقق من خلالها كل الافعال اللي احنا بنستنى نوصل ليها والقرارات العاطفية اللي عندنا. في هتبقى متعلقة بسفر او هتخلق لينا كل المواقف اللي مش متوقعة في حياتنا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.